الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. متنغي مسلم طبعا بالمربوط على تحيين جميع الصيام من القيام، ضرب البيضة الله تعالى دعوة قبل الشهر المباركي يعني بس منيع قبل الله تعالى بس جميلة سيد بي صلى الله عليه وسلم إنها قريقة بطيط بعد قريقة خطر بيضة الله تعالى إن عدد الخريق رمس جهنم بعد ما يستحق بيجن سبب مشكلة أزول وضرب البيضة الله تعالى لكن قبل يخبرني الجهد في الجوز في نور الصين لأن تشير لأن نسكب بجوده ومنه وثاره لكتنا بسوى فالقضية القرى للنبي إنه القرى يزوج الصدر من ربنا وتعين العباد يلا الغرض من القرى كانت الهداية، وكان قبل أن نسأل في القضية الهداية أن بأنه القرآن العظيم يختار السيسية وإيريا أو النص السيسية والسيدة البيضة الله تعالى أن القضية أن نختبك هي المؤشر بأنه المسلم أبدا أبدا مصر مصر يكتب السيدة البيضة الله تعالى أرتي يقرأ أرتي تحفظ سوء الانتهاب يعني تحاول افهم دي السابع يسال رب تبارك وتعالى ومسلم بلدان يرس الصفر ثالثا ان يتحاول اسكاري يفهم التطبيق العملي القرى والتطبيق المثالي له لان علاش ان رب تبارك وتعالى يسال شنو القرانات باش بيد الناس اسكاري يزوج ضرب هذا ورقة القرآن باش بيت ناس كان تعالي لي جسيدة باش يجسكن دستور سيدي دستور خاص يعني كان يجدي لي جينا هاي سكالي لي جسيدة سيدة ضرب هذا ورقة دستور العام يعني مجموعة في مسلم كل التسيار تنسيين صغيك لي سيسر ضرب هذا ورقة القرآن ضيك لي سيدة طمار ومس الكتاب وكنا أولا يرسيسي جوان ضرب هذا ورقة شو قد يالي هو ضرب دين وجدنا ان وجدنا ورتني لا تورتي جوان ضربي نقدروا بين مثلا الانجيل جوان ضربي والزر ده المشكل ولا في الدين ولكن كني مسلم ام كني وانا سيد جوان القران جوان صدر بتبرك الله دور يمكن الاسلام الكيبيد ابلاي تؤمن بانه القران جوان صدر بتبرك الله كربي تفسخ سواري يجبي دين نفتان عيدان ولكن إنا رب تبارك وتعالى كيقول ديوالي تسنات أنه القرآن اللي قال معجزة المعجزة اللي فعل رب تبارك وتعالى بصوص لما القرآن نبي يقول لهم درس كان عدد المعجزة كريقة يعني فصل رب تبارك وتعالى المعجزة ما يعني ما يتجه دليلي بالحجة في الخلق بشرف النبوة
الرسالة نوالي يمن المعجزات. النبي صلى الله عليه وسلم دارس المعجزات ولكن المعجزات اللي دارس يخلق انت اللي كلهم قوم استيقان اشتغل القرآن يقال معجزات. لذلك النبي يقول والنبي يقول انتم دارس المعجزات ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا النبي صلى الله عليه وسلم يموت يفرد المعجزة غرص بمعنى انه مسلم لو كان معجزة ما بس يفسد ولكن نسلسلوا العقل علاش شغلة نوتسي نوتسنا كيف يقال معجزة لذلك الغالب بين أسمع كل غام أسمع القرآن يسيقال المصحف نغدي سيقال غير كريه ولي ونغني يقرأ وإذا رجع نتفيد من تحت القضية مثلا القرآن العدد مد نتو علاق درسنا غير نتو علاق درسنا اسمي سلموت سيقال القرآن هو درس من الموت أيوة سجال ودرس الدنيا بأن القرآن يشوز دو درس التاريخ يوزي يسرق يوزي يخلق يوزي بعشران يوزي العلاقة تكني قريك بيت ماك العلاقة تكني قريك التروان العلاقة تكني قريك التنغاب العلاقة تكني قريك الخريق ولد العلاقة تكني قريك الخريق ولد حتى الجبل يفوريو التارجينين غير كل شيء اللي ربي تبارك وتعالى خلنا ثلاث علاقة اللي قالك اسم ربي تبارك وتعالى انت ندمي ربي تبارك وتعالى بشر القران انا كما كمل سبب الصحة ربي تبارك وتعالى الايه الثانية افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون لا يدري أن يقدر بكبرهم فلا أرى أن قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلكم إذا ربي تبارك وتعالى مسبق رضا عظيم إنك سمقل أي يعني نوى في أنفسكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون اسمح لنا نفسكم سبقا مثلا ينمنين من يكتقال من يستعيش من يستعيش يخلق ربنا تبارك وتعالى إذن القرآن العظيم لآيتني لآيتني في مصر لآيتني إرى ركعة تسمعي في يوم ما يستوها أرى ركعة سيلوان أرى ركعة سيكال أرى ركعة سخالي أرى ركعة سهيل أرى ركعة سنشرار أرى ركعة سكوجي ريت لغي سيد ننظر نظر يزوار ربي تبارك وتعالى الاسلام اللي غادي لنا رد العقل سوى شكلنا يعني اش اشهر يسمو كل دلائل التوحيد لانه ربي تبارك وتعالى هي واحد ربي تبارك وتعالى انتان اي خلق انتان اي تصرف انتان اي مريض يعني كل ما سوى قلت هي اللي يزوي ربك يخلق وين سديت أرتني إنا لله وإنا إليه راجعون ما قال إنا لله إنا لله ما استيقال نقاوي ربي إنا لله استشهد إيقال نقاوي ربي أرجوي ويرم قل إن صلاتي ونسكي وحياي ومماتي لا العالمين بحياي ومماتي الحياة وجود رجيم في مدى الدقاء يضر بيوت يتوي ويوت يتوي ويوت يتوي فجدت يدي كسر إلى كيهن الحور الحور صديق هذا غلب ليس ستسوق بربنا كي قال حور غير صلى الله عليه وسلم غير صلى الله عليه وسلم غير صلى الله عليه وسلم غير مسلم غير مسلم غير مسلم وضيق أنا في القضية وكان ثنا الدنيا سمع القضية ديميك غير هي سمع القضية إنا لله نجاوين ربي وإنا إليه رجب داس سنوري داس سنوري إذا اللي غصو قلت بأنه كي كله يدمن سنوري ربنا تعالى يخاف يملك عارف كيف صار إسرائيلية
يغطف كيس كيس ضربك يختم انت فكوش بانه انت يختم انت فكله بانه احتال يخلق خلاء تسند انت كاملة وين سديد والدليل على ذلك عارفين يسو موسيقى دون يجلوك ليرا إن غير لوك فلي لوك فليرا يسو مريد لوك فليرا يسو لوك فليرا يجيب صغير صغير سبحان الله تعالى إذا انت كاملة عارفين يجيب صغير 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 انت تصرفات يسند سيدنا انواع التصرف سين سيدنا انواع مثل التصرف يعني التصرف دار ناقص خيارة زود لك أن يسوون يغلبون الحياة أيوة المرام من الميطان من ميطان الخرماني وقع السكرة كل الشغلنا نضبط نضبط السيارة وريه أريد كيس كريبيرا ويسين تصرف ويسين لا بل يسين اختيار ما تيجان تكليف تكليف ما يجان تكليف ربيت أضرب فالطار أريد نوم ألا له الخلق زين ونمر سين ألا له الخلق الخلق انت ليه انت تصرف في زوار ريت تصرف غيره ولا مر تصرف في السين غير تصرفاني بلاك تصربي هنا قال يسكر صرف يلا وهديناه نجدين وهديناه نجدين وهديناه نجدين إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ابتلاء فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا غير ربي تبارك وتعالى غير يفلك جسمني غير تحركت غير أخبرك إلى الحرية الإخفية كله تخبرك لا نزهد لك دور إلي غالي وكان الحرية من مد مس معني مد لغالي خلاص إلى الغابة الحرية وتستفهم وتفهم ما هي الحرية اش كنت انا نجلس الحريه ازدقت اتكاتكي غيريه كانه غير بدا اللي تريكي انت هذه اللي قلت دوني في غير اسمها قلت وجد بنات ياسين وغيوس يا العرب ظهورت الى لما سوى غير ثلاثه تسكت يحد داك جيبك حد صاحبك حد الهيدر حد الوجر يحدوك غير حدوك يخدام غير ماشي محلي يخدم الحدة ولا تسكت على ندري بوت حامج بوت حامج مو ما حالا بد ترزون ما حالا نزيك سبع يشكي ديك ليال الناس من تروق ترزون تيقع على الوقت كانوا قدي زرس وينو فزر السنيتو لي السوقري راه ترزون وين كانوا داري قلعوا من داري اصلي غيرنا لا كنا شدة اذا ما قلت فرانا اذا نقل يا ذي الحرية اللي سبتيني مني لا دي غريات خيال لا يوجد ما تفضل أما القضية الحرية العبودية اللي فسوان من الحرية العبودية بلد ما مسيك الدنيا توني يمكن يفوغ غمس العبودية نقص المسيك لابد أن تكسميه يعني غمس القوضة لابد يخفوخ غمس يعني يخفر ضرد الوضع لا عبودية نصيد ربي تيني العبودية الدنيا تيني العبودية الشهوة تيني العبودية الهوى أربعة لا خمسة لا أربعة لا خمسة لا ما معنى أربعة لا خمسة لا ما هي العبودية الدنس الدنيا ما هي العبودية الدنيا العبودية الدنيا هم تفيت بنادم هل اسمه الفلوس ولكن الفلوس بين يخزن الناس الغالية يقال بحثين أسقران ورسل غير هو يونس ولا يسكت الثروانس ولا يسكت الميد ولا يسكت أحدين ودي قال عبد الدنيا عبد الدرهم والدينار قلنا لكم صلى الله عليه وسلم نخدم
أليس كل جاء يمكن أن يفوت لي جزيلاً فعرف له علا نغذي اسمه الشهوة اسمه الشهوة غدة تسن إن دي وزن يو الضيع عنه صور يتبلس كمبطة يتبلس سفارات يتبلس إرادة يتبلس ويمتع خسارة خسارة كنسة نغالة خسارة حيث يجين مجرد مجردين والسكرات على كل هوا ما يقال على كل هوا وانت ودى السوق لا غدوني تبالغ الشهوة ولكن ده سكرة الفكرة في الاسم يصمر وريدو شيء غدين زادو قالوا هو الدينين الحرية الشخصية الحرية الشخصية التي درس مدرسة يغدو ربيرة في السكرة نغدى سكرة الفكرة تناقض الدين أردت في مثلا نجا إيهو ده إسلام عقول نغضروني نصراني إذا نصراني استمعتوا والعياذ بالله هذه كثير بيئة إصدار ينبتهم كان نغدو داي الزار ما ينبت فتو دايز وهذا السميد نعبد الهوى لأنه غينا نقد الإسلام تقال فكريين ولكن نقد مين؟ نقد الإسلام رئيس الفلوس نسكون شكان رئيس الفلوس نسكون شكان رئيس الروح نسكون شكان هذا كذلك ولكن تسمع عبد الهوى يجي نشوف بنادم يكرطاتي قال عبد المسلم بتبرعودة عبد الله عبد الله علاش العبود ينربي هو كرادة الغلول كرادة الغلول وراك كي تقبل وصدار الدنيا تقول لك السر وصدار الدنيا تقول لك السين من يضم الدنيا تقول لك السين هو الصدر ورنباها قالوا لس الجرد دات بش دات بكت ولي دات اتشرت زوار من سنتين الدربين لا غمس الدويد ولا غمس الشهوة بلاد ميل دات 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 ولا شو كنت سمي سكرا لو ناس يقولون غيزة مغيب وخارة يقول كذلك الهوى فكرة دي فكرة بلاد ميل بلاد ولكن سيد النوم سيد ربينا لا يكلف الله نفسه لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى سيدنا ابن عمر قال الخالق قهار يريسنا فلكي يريسنا تلي سهل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حتى النبي صلى الله عليه وسلم وش النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم علاش اشكوك رضا احتجان غالف رقيت قبل غينا كله احتجان قال مخلوقات الخالق احتجان لا احتجان لا احتجان ما يباعه بكم ربي لأولاد الأرض يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء يقول لك كم زود النبي صلى الله عليه وسلم هل يولد زيد ونرد سيد الخطاب رحمه الله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من كل شيء يكون بجدار سوني من اسم هل هو نقص وعمس الموقع سوات ولذلك من هذا يسوني الصيخ فساكي تسكر كيدي النيني نوغيو إني أسكر ليك من الهواء نغدي ليك من الشهوة نغدي ليك من الدنيا يسكر في تنتفرد في تنتفرد العبودية فلكين نصدر بدبر فرويدا الحرية الحقيقية هل العبود ينصدر بتبرك وتأخذ؟ لا ماشي العبود يتنظي ولا غادي منتدي من الحرية؟ لا أبليت يغريك تسكن الفوضى يغريك تسكن الفوضي شو ولا لعبور بالنديك كي نسيدي يخصي أي ولحي ولي يخصي حتى القانون أكل يحب حتى الضوء زواء يأتي بني بسي يتجيش يأكل يبعد زري يعيش فلان
تحميل تيجي خور تحميل نقد تحيت كي يدوي تصور زرع رنا عليك ويمكن لذلك لا الخلايق المسيحي وكان لابد لابد القانون ما تنطمز إلى سيدس القانون يعني فوجين يرديهم وإلى بلون سيدة القطاع يقول السحر يقول السحر ولذلك ربي تبارك وتعالى يقول لنا أن مثلا القرآن العظيم لا غناه في أنفسكم فلا تبصرون العقل عم يستلي تشكى باش يكون تسافر عم يستلي باش تصلح تسمات عارف من قال الشورى غادي يكون دار بعطي بعد يكون دار بيجي يكون بلاد مالي غني قاس دار بيضا بروح انا في الخا وصل مالي غني قال وصل مالي غني الكلاوي بان مش كتبان مش كتينيت نغدوش كتب الزيتون يغدور بيبان دار بيبان دار بيبان دار بيبان دار بيبان دار بيبان دار سلوك ثلاثة ديون السلمين حتى فرسوا دي سيدي ولو كي يخدم غاية ضيب نزال ايخ قول لبنات مول قول لبنات بيجا ايجا زد ايجا زد بو من قال كوبا لبنبوة اسم لبنبوة من مش كارا تكي لبنبوة من عما سوانو تكي نخفى مش كارا عشر سنين انت حلموته ولا البنبا كي البنبا بخدمة 73 عام 80 عام 100 عام 70 عام 60 عام يغسل قلوة في أنفسكم فلا تنصروا يا العدد لما سيدرسوا العدد يا العدد سيدر بكبر فرينا عند القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة بعوضة فما فوقها البعوضة جس ناموسة نزستي ناموس تديك البعوضة البعوضة من الغريب سنعي خبوش في الباب انت تبع الاوراق اوراق اوريك كلا وانك توفى بالتفلاسة السم يا سيدي المال لا عارف شو القطة يسيد ما تسوم ونغدو يخدي الماء تسوم وتبوز يخدو تجي في حديسة يعني المختبرات تجي انت تزر مش كتفة تزر مش كتفة تزر الناموس مش كتفة مش كتفة انت تسي كل المختبرات اللي الرص بيضا كله دي استمرت تسوق خبرتي سي جاي دمر ما تسوق من ديش دي جاي اذا انت في كرات تبيه له ولا تبدو راه شي خير ماشي السوق جري جار بوز الناس التبيه دي خوفه ولا لا تبيه عرف باش تبوز تو تس لبنج زوا باش ندير يحسوا ثم اللي جراتني سي ما انا كنت نحسوا الكياس سكرز هذا خدمه تاع تيجي أنا قاعد أدير في الشفة دي مسكت فيها تدا تدا إذا أنت ربي طبعا صلى الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة اسمع قلي اسمع قلي إلي أخي خربي ولا مسكة إلي يكتي ويستنتي ليس ليس يا أيها الناس ضرب مثلا استمعوا له إن الذين يدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له ابن الموت أستيزي ولا تصدر وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه يدور بيوي زيرا أو ضد والله على سيد كيس وخدش تسلمي وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب هو المطلوب ولذلك ربي اللي يخلق الشواذ المشكلة هي ناموس الإنسيكا ومع ذلك يخلق كذلك و هكذا مش كثيرة النجوم مش كثيرة غادي سوقوت مش كثيرة غادي كل سوقوت هرقس شعط العظمة سيدر بتبارك وتعالى العظمة سيدر بتبارك وتعالى التين تاني هم سيدة بذارة فالتين براد بغدوه بيس قصف الكتابة لنسخ القرآن أريد تسا سيدر بتبارك وتعالى حكم عليك المشكلة بدور بين التين نغد يغدو ربات لسنة نعيمين لمعاملة لسنة نعيمين لكوتو قولوا يسا غاري ولي ولو خلاص من كلامنا تاتي القرآن دوري غاري ولي ولا ربي تبارك وتعالى نا كتاب أنزلناه إليك مبارك لش ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب سيدنا ربي تبارك وتعالى إنا
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هذا مقصد القرآن، مقصد القرآن القرآن مديا هدى للناس. يزول الصدر به يجي الهدى، ما يجي الهدى يجي التفوت يجي وغرس نفس الجسم يجي غرس يجي التفوت. ولذلك العلماء كلهم أبتنا إنك بالله عز وجل إهدنا الصراط المستقيم بدنا نقرأ إهدنا الصراط المستقيم أبتنا الصراط المستقيم يجب القرآن الصراط المستقيم يجب القرآن بعد يبين أبونا عائشة رضي الله عنها بحسك سنة ناس كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلق القرآن ما يعني خلق يعني السلوك مالك سيد زيد مالك سيد نعمل بني ناس المعاملة سيد القرآن كان خلقه كان خلقه القرآن وخاف إن هدى هدى للناس ما هي الهدى للناس؟ نغرس أيوة دمي مور أغرس ما فتزيس ضده ما فتزيس قلت هو غرسني سمعني ربي الله تعالى للتيني إن هذا القرآن شوف الاستشارة إن هذا القرآن هو هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى للتي هي أقوى. شوف يود يسمى الموصول يود الضرب المنفصل معنا ويمكن أن يهدي للأقوى يهدي للأقوى ولكن يود للتي اسم الموصول يود هي لوجه الضمير المنفصل ليش؟ قالوا للتوكيد للتوكيد توكيد علينا الذي هي أقوى إن أقوى ما هذا صيغة اسم تصديق صيغة اسم تصديق يعني إحدى اللي هو ربي توفيت كانت غير استعدل هذه هي القرآن توفت فهي أقوى من وجه الطريق القوي فطريق القرآن أقوى للتي هي أقوى تسناد إن للتي هي ولا يقدر من تنى للعقيدة التي هي أقوى للسلوك الذي هو أقوى للسياسة التي هي أقوى للتفكير الذي هو أقوى للدماغ لأن العلماء يود للتي هي لكي يعم الجميع كل شيء كل شيء ربي تبارك وتعالى لغري وصف القرآن تبيانا لكل شيء القرآن هي تبيانا لكل شيء كل شيء بين فلغنا لاعتقاد سليم التي هي أقوام أو الاعتقاد السليم تزن يشرح كله ربي تبارك وتعالى مثلا سورة البقرة يعني الصوت اللي زوالها مثلا كتاب ربي تبارك وتعالى ترى وسالي شي زوال شي ربي تبارك وتعالى يساوي يفرق بين فكرة الأصنام علاش غادي يفرق فكرة الأصنام باش السن يخفي ما يعرف كاين صنف المؤمنين صنف الكافرين صنف المنافقين كرا غير أغاني مبنى اليوم يوم الصح نخدم يوم روتيني نخدم الاسلام المختلف الى فهمت ولكن ولدي وليك سوني بالتختيم ولي زوار ان الذين امنوا الا الف لام ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون وبصدق إن الذين كفروا ربهم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون واشرب إنه من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين اشرب الأصناف كرب الأصناف إنك عايش ميت دفرا اشرب الأصناف يفهم الملك سواء في التوحيد مباشرة ضربت الإشكال يسوى في ميت يسوى في التوحيد إنما هذا في نية التي صورت ناس جامدين لغاية صرت تعباد وعداد
ترى المشكلة سؤال في الرسالة. وإن كنتم في فإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله. إذا الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده جنب هو ده سيدنا جبل. ما معنى الإيمان بالله؟ ما المقصود به؟ الغاية المقصود منك بنيتنا التجهيز وحدة يمكن أن نشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله سودان غير مشكل ونشهد ولكن لغا باش من يقدر نغينا لغا باش أن نغيتي لغا قصد يعني لغا في غير العمل التشكيل بيس راك يسي السخلو القرا وراك سوي التجي وراك سوي التجاعي اللي تيقصدتي إوا تفتني كيشي خسرك النفس العجب اللي ساسكين تفتني كيسمي وهو ما يسمى بالرياء راك سوي قلت يخسر من بيت يخسر يعجب ميت يخسر سلك كذا وكذا درت سوسامس كذا وكذا بلاد مغمس مغيب يردو ربي إلا درس مشكا يرسل له مشكا أريد خرج العمل أريد طعم العمل رسول يا ريتني يجي رسول ربي تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم إنا غريتني ربي تبارك وتعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو شركة أروانا دي سيركا كالعمل يسخط دي سيركا على الرسول في الغالف دي أرسل الفرق الشاهد رمس الشاهد رمس الباب المتية غير بغير تراقب بغير تراقب رب تبارك وتعالى أمس القصد والقصود هنا تحقق الإخلاص يقدر يحقق الإخلاص يخلص رب تبارك وتعالى العمل أنا رئيس الخبر ربي تبارك وتعالى العمل الناس كيشكر ولذلك تشهر ضرب ديال الحديث وخور سبع لكن معنى صحيح نية المؤمن أبلغ من عمله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكتب للمؤمن ما كان يعمل صحيحا مقيما ينظر دار الفرصة للغزوة إن الصحابة رضي الله تعالى الناس كل ملك وجود كل ملك كان هذا لنا تغني طلو دانا تزدنا نقصري داس جواسي فلان نقصر وجود ها كل لجر ديس ديس توي ها النفس نجم توي تربيت من فردين غمس المدينة وخدي دون رمون حبسهم العذر حبسهم ولكن ما يشيس انتو حسب العمل انتو حسب اسمي سنيس خلاص هذا هو مقصد ربي تبارك وتعالى ولذلك بلاد بغي داد يغيره ابن ربي تبارك وتعالى اما سن عمل الناس تكمل سن ربي تبارك وتعالى ولكن يخصص يريني وهو ها القصد عليك تحرر ربي تبارك وتعالى اما سن القران يفاس متى ان ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء شركاء في الشرك متشاكسون مرجوشين ماون زنوبا البلاد نيرا يفرق نيتنس يفكي سكرا ربي كرا في نفس الستة كرا يخرق كرا يدوني هكي هو زنوبا بس يمين شركاء متشاكسون لما سبين بس هو النس ورجل سلام ورجل سلام لرجل ويخلى النيت يرى ربي ربك وتعالى وحده هل زنوبا ولا يدخل زلوبا البلاد بيتم دروسة واحدة جدا ودسنا نمشي إذن سيد ربي تبارك وتعالى بس القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم أراك المال مالك سيخصى تكسر في العمل باش يقول سيد ربي تبارك وتعالى وحدود أراك المال خبايا النفس مالك سيد النفس كيس الشورة سبني نغدس الشورة سبجي الريان الشورة تجي تعود الشورة تجي كذا وكان غير كيسنا يتما شغل الملك ستنتساف يغضي وربي لسق القرآن نمصيحي بالقرآن النفاس أما سلوه في نغض وقال غير لك الطعام وقال غير لك المهرة وقال غير لك التلفزيون وقال غير لك التليفون وقال غير لك الإقرام القرآن العظيم خصية أي ولا أي أليس لك النفاس اختلا يجب تضرش جزوان
فدي المادي نشكي مع التنيف المعارس التنيف الخلال نشكي جسم نشكي مصدر هذه النكرة تشكر في المشكلة مكرة نسيوان إذا كنت تحسو كان نضرنا ناس السنكرة ما سبقنا ناس نسيوان ولكن الناس يتبقى الجسم غير نضر انتفع المرجع ناس من تنع الناس لما يعمل بتفعل ضرات الخيالية ويعمل بتفعل ضرات الشغل انت تيجي تقرا القران اللي تنفعه ولكن يجي من المجمع الثاني ولكن الحس حميد ضرب بضرب طريق الخبر تنبؤ ونستنكر والتي بما تخبر بجده ومنه وكرمه.